تفضل يا باشمهندس. أحسن الله إليكم شيخ. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قراءة في كتاب الملخص الفقهي لفضيلة الشيخ صالح بن فوزان بن عبد الله آل فوزان، غفر الله له ولشيخنا وللسامعين ولجميع المسلمين. قال المصنف رحمه الله: طيب باب. احنا الان بالنسبه، انا اريد بس انوه لبعض الشباب هنا. في اخونا خالد الكاتب، يا خالد، خالد الكاتب، يا اخ خالد. وعليكم السلام شيخ النويري، السلام عليكم. وعليكم السلام وبركاته. انت كاتب always be to Allah صح؟ نعم. طيب انت تعرف لما تريد ان تكتب الله بالانجليزي لابد تكون الاي كابيتال وليست سمول، صحيح؟ إن شاء الله. أنا كتبتها بالإنجليزي لأني أتعامل مع الكثير من غير المسلمين هنا في الكونغو. هي ما اختلفنا، من الأفضل تكون بالعربية يا أخي، ولكني أفضل الإنجليزية للتعامل مع بعض غير المسلمين. لا، انا اعرف اخي الحبيب، انا لم اثرب عليك في هذا، لكن اردت نعم. انك تكتب الله كابيتال، الاي إن كابيتال شاء وليست الله. سمول. جزاك الله خيرا شيخنا الفاضل، إن شاء الله. انا عارف ان انتم ربنا يبارك فيكم ويفتح بكم قلوب الناس في الكونغو وفي وكذا، انا ما ثربت جزاك على الله هذا، خيرا، انا جزاك الله اريدك انك خيرا يعني شيخنا. من باب عز وجل فتكتب all praise be to Allah، الاي تكون كابيتال. جزاك الله خير. إن كابيتال. شكرا شيخنا الفاضل، جزاك الله خير، الله جزاك الله خير. نفع الله بكم شكرا، جميعا. نعم، جزاك الله معذرة، خيرا شيخنا الفاضل، لك يا جزاك الله باشمهندس، خيرا تفضل على المداخلة الطيبة والملاحظة الطيبة، أحسن الله جزاك الله إليكم خيرا. شيخنا. قال تفضل. المصنف رحمه الله: باب في أحكام الصلح. الصلح في اللغة قطع المنازعة، ومعناه في الشرع أنه معاقدة يتوصل بها إلى إصلاح بين متخاصمين، وهو من أكبر العقود فائدة، ولذلك حسن فيه استعمال شيء من الكذب إذا دعت الحاجة إلى ذلك. والدليل على مشروعية الصلح الكتاب والسنة والإجماع. قال الله طيب تعالى: معذرة، هو قال وفيه جواز الكذب إذا كانت المصلحة في ذلك، ما الدليل؟ حديث الرسول صلى الله عليه وسلم شيخنا: لا كذب إلا في ثلاث، ذكر منها أيوة، والإصلاح بين الناس. أي نعم، تفضل. أحسن الله إليكم شيخنا. قال الله تعالى: والصلح خير. وقال تعالى: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، إلى قوله تعالى: فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين. وقال تعالى: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. وقال تعالى: فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا أحل حراما أو حرم حلالا. صححه الترمذي. وكان صلى الله عليه وسلم يقوم بالإصلاح بين الناس. والصلح والدليل لما قال هيا عند البخاري هيا نصلح في بني فلان، هيا نصلح في بني فلان، والنبي قال ألا أدلكم على ما هو خير من الصيام والصلاة والصيام والصدقة؟ قالوا بلى، قال إصلاح ذات البين. الله أكبر، خير من الصيام والصلاة والصدقة إصلاح ذات البين. نعم أحسن نعم الله إليكم. والصلح الجائز هو العادل الذي أمر الله به ورسوله، وهو ما يقصد به رضا الله تعالى ثم رضا الخصمين. ولا بد أن يكون من يقوم بالإصلاح بين الناس عالما بالوقائع، عارفا بالواجب، قاصدا للعدل. ودرجة المصلح بين الناس أفضل من درجة الصائم القائم. أما إذا خلا الصلح من العدل صار. ممتاز، دقيقة، من أين أتى بهذا الدليل فضيلة سماحة الشيخ؟ من الحديث القرآني في الشيخ.
أيوة يا سلام، من الذي ذكر قال أدلكم على ما هو خير من الصيام والصلاة والصدقة؟ قلنا بلى، قال إصلاح ذات البين. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا. أما إذا خلا الصلح من العدل فصار ظلما وهضما للحق، كأن يصلح بين قادر ظالم وضعيف مظلوم بما يرضى به القادر ويمكنه من الظلم ويهضم به حق الضعيف ولا يمكنه من أخذ حقه. والصلح إنما يكون في حقوق المخلوقين التي لبعضهم على بعض، مما يقبل الإسقاط والمعاوضة. أما حقوق الله تعالى كالحدود والزكاة فلا مدخل للصلح فيها، لأن الصلح فيها هو أداؤها كاملة. والصلح بين الناس، أعد هذه فضيلتك مرة أخرى. أحسن الله. والصلح إنما يكون في حقوق المخلوقين التي لبعضهم على بعض، مما يقبل الإسقاط والمعاوضة. أما حقوق أيوة، الله، إيه معنى هذا الكلام؟ إيه معنى هذا الكلام؟ يعني مثلا ضع وتعجل، يعني أنا لي عندك 10,000، فدخل طرف ثالث وقال نصلح بينكما، فلو أسقطت منها 2,000 وأخذت 8، قلت وافقت، هذا هو معناها الإسقاط. أو يدخل طرف ثالث ويقول لو تسامح الرجل فإنه معسر، فأقول خلاص أسقطت المبلغ كله. هذا والمقصود به، أنك تضع أو تسقط على ما يكون بالمعاوضة بين الناس فيما بينهم. نعم، فضل. أحسن الله إليكم شيخنا. والصلح بين الناس يتناول 5 أنواع. النوع لا، الأول، الجزء الثاني من الجملة مهم. أحسن الله إليكم شيخنا. أما حقوق الله تعالى كالحدود والزكاة فلا مدخل للصلح فيها، لأن الصلح فيها هو أداؤها كاملة. أيوة، يعني إنسان عليه زكاة، عليه حد من الحدود، فعليه أن يأتي بها. هنا ما في شيء يسمى أنك أنت يعني تقول أنك تصالح فيه بوضعه. نعم نعم شيخنا. والصلح بين الناس يتناول 5 أنواع. النوع الأول الصلح بين المسلمين وأهل الحرب. النوع الثاني، ومعنى ذلك مثلا نقول لو أن رجلا سرق من رجل من حرز مثله، وسرق مقدار النصاب الذي يقام به الحد، ثم جاء الذي سرق منه وقال أنا سامحته، نقول له هنا عندك حق خاص وحق عام، أنت سامحته فيما سرق، هذا خلاص بينك وبينه ضعن، لكن يبقى الحق الشريعة وهو إقامة الحد عليه، هنا لا صلح فيه، هنا يقام عليه الحد. وضحت هذه يا مشايخ؟ نعم شيخنا حفظك الله. نعم، تفضل. أحسن الله إليكم شيخنا. النوع الأول الصلح بين المسلمين وأهل الحرب. النوع الثاني صلح بين أهل العدل وأهل البغي من المسلمين. النوع الثالث صلح بين الزوجين إذا خيف الشقاق بينهما. النوع الرابع إصلاح بين متخاصمين في غير المال. النوع الخامس إصلاح بين متخاصمين في الأموال، وهو المراد هنا. وهذا النوع من الصلح ينقسم إلى قسمين، الأول صلح عن إقرار والثاني صلح عن إنكار. الأول والصلح عن الإقرار نوعان، نوع يقع على جنس الحق ونوع يقع على غير جنسه. فالذي يقع على جنسه مثل ما إذا أقر له بدين معلوم أو بعين مالية في يده فصالحه. الآن يقول صلح على الإقرار وصلح على الإنكار، ما معنى هذا؟ يعني جاء زيد إلى عمرو وقال له لي عندك 1,000 ريال، قال أقر لك بذلك، هذا يسمى الصلح على إيش؟ إقرار على الإقرار، أن الآن تقر بأن فلانا له حق عليك، وبعد ذلك نتصالح، أن أعطيه لك نقدا، أعطيه لك مؤجلا، أن أعطيه لك على أقساط، أن
تضع عني وتأخذ الباقي أن تسامحني إلى غير ذلك. والنوع الثاني صلح على الإنكار، يقول زيد لعمر لي عندك 1000 ريال، فيقول له أنكر ذلك، لا أقر لك بذلك. هذا معنى صلح على الإقرار وصلح على الإنكار، يعني أن أقر لك بالحق والثاني أن أنكر ذلك الحق. نعم أحسن الله إليكم شيخنا. فالذي يقع على جنسه مثل إذا مثل ما إذا أقر له بدين معلوم أو بعين مالية في يده، فصلاحه على أخذ بعض الدين وإسقاط بقيته، أو على هبة بعض العين وأخذ البعض الآخر. وهذا النوع من الصلح يصح إذا لم يكن مشروطا في الإقرار، كان يقول من عليه الحق أقر بشرط أن تعطيني أو تعوضني كذا، أو يقول صاحب الحق أبرأتك أو وهبتك بشرط أن تعطيني كذا. فإن كان هذا الصلح مشروطا على نحو ما ذكرنا لم يصح، لأن صاحب الحق له المطالبة بجميع الحق. أيوة أرأيتم، يعني أقول لك طيب يا أخي أنا مقر لك بأن العمارة هذه لك، لكن أعطيني فيها شقة. ما لا، ليس لك ذلك أنك أنت أن تشترط ما لا تملك. أنا تقر لي بالعمارة كاملة أخذها، وبعد أن ترجع لحقي بعد ذلك أعطيتك شقة أو غرفة، أو لم أعطيك شيئا، هذا من غير اشتراط. من غير ماذا؟ من غير اشتراط. نعم أحسن الله إليكم شيخا. ويشترط لصحة هذا النوع من الصلح أيضا ألا يمنعه حقه بدونه، لأن ذلك أكل لمال الغير بالباطل وهو محرم، ولأن من عليه الحق يجب دفعه لصاحبه بدون قيد أو شرط ولا شرط. ويشترط أيضا لصحة هذا النوع من الصلح أن يكون صاحب الحق ممن يصح تبرعه، فإن كان ممن لا يصح تبرعه لم يصح، كما لو كان وليا لمال يتيم أو مجنون، لأن هذا تبرع وهو لا يملكه. والحاصل أنه يجوز المصالحة عن الحق الثابت بشيء من جنسه شريطة ألا يمتنع من عليه الحق من أدائه بدون هذا الصلح، وشريطة أن يكون صاحب الحق ممن يصح تبرعه، فإذا توفر ذلك جازت هذه المصالحة، لأنها تكون حينئذ من باب التبرع. والإنسان لا يمنع من إسقاط بعض حقه كما لا يمنع من استيفائه كله، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم كلم غرماء جابر رضي الله عنه ليضعوا عنه. والنوع الثاني في القصة المشهورة لما مات أبوه وترك دينا عليه وست بنيات، ثم جاء الغرماء فالنبي أراد أن أكلمهم هل تضعوا عنه، قالوا لا نريد أن نأخذ حقنا، فوفاهم حقهم جميعا، وبارك النبي بيدر التمر وأخذ يكيل لهم حتى انتهوا عن آخرهم، والتمر كما هو لم ينقص منه شيء. هذه بركة المصطفى صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. نعم. والنوع الثاني من نوعي الصلح عن الإقرار أن يصالح عن الحق بغير جنسه، كما لو اعترف له بدين أو عين ثم تصالح على أن يأخذ عن ذلك عوضا من غير جنسه، فإن صالحه عن نقد بنقد آخر من جنسه فهذا صرف تجري عليه أحكام الصرف، وإن صالح عن النقد بغير نقد اعتبر ذلك بيعا تجري عليه أحكام البيع، وإن صالح عنه بمنفعة كسكن داره اعتبر ذلك إجارة تجري عليها أحكام الأجرة، وإن صالحه على غير النقد بمال آخر فهو بيع. ثانيا الصلح عن إنكار، ومعناه أن يدعي شخص على آخر بعين له عنده أو بدين في ذمته له، فيسكت المدعى عليه وهو يجهل المدعى به، ثم يصالح المدعي عن دعواه بمال حال أو مؤجل، فيصح الصلح في هذه الحالة في قول أكثر أهل العلم، لقوله عليه الصلاة والسلام
الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا حرم حلالا أو أحل حراما. رواه أبو داود والترمذي وقال حسن صحيح وصححه الحاكم. وقد كتب بهذا الحديث عمر إلى أبي موسى رضي الله عنهما فصلح الاحتجاج به لهذه الاعتبارات. طبعا هذه في الرسالة المشهورة التي أرسل بها عمر لعبد الله بن قيس أبي موسى الأشعري في القضاء. نعم أحسن الله إليكم شيخا. وفائدة هذا النوع من الصلح للمدعى عليه أن يفتدي به نفسه من الدعوى واليمين، وفائدته للمدعي. نعم. لأن القاعدة تقول البينة على المدعي واليمين على من أنكر، فإذا أنكر هنا لزمه اليمين، فلما يفتدي نفسه بمال من اليمين خير من أن يقع في يمين غموس تغمسه في الإثم. نعم أحسن الله إليكم شيخنا. وفائدته للمدعي إراحته من تكليف إقامة البينة وتفادي تأخير حقه الذي يدعيه. والصلح عن الإنكار يكون في حق المدعي في حكم البيع، لأنه يعتقده عوضا عن ماله، فلزمه حكم اعتقاده، فكأن المدعى عليه اشتراه منه، فتدخله أحكام البيع من جهته كالرد بالعيب والأخذ بالشفعة إذا كان مما تدخله الشفعة. وحكم هذا الصلح في حق المدعى عليه أنه إبراء عن الدعوى، لأنه دفع المال افتداء ليمينه وإزالة للضرر عنه وقطعا للخصومة وصيانة لنفسه عن التبذل والمخاصمات، لأن ذوي النفوس الشريفة يأنفون عن ذلك ويصعب عليهم، فيدفعون المال للإبراء من ذلك، فلو وجد فيما صالح به عيبا لم يستحق رده به ولا يؤخذ بالشفعة، لأنه لا يعتقد عوضا عن شيء. وإن كذب أحد المتصالحين في الصلح عن الإنكار، كان يكذب المدعي فيدعي شيئا يعلم أنه ليس له، أو يكذب المنكر في إنكاره ما ادعي به عليه وهو يعلم أنه عليه، ويعلم بكذب نفسه في إنكاره إذا حصل شيء من هذا الكذب من جانب المدعي أو المنكر، فالصلح باطل في حق الكاذب منهما باطنا، لأنه عالم بالحق قادر على إيصاله لمستحقه وغير معتقد أنه محق في تصرفه، فما أخذه بموجب هذا الصلح حرام عليه، لأنه أخذه ظلما وعدوانا لا عوضا عن حق يعلمه. وقد قال الله تعالى: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. وإن كان هذا الصلح فيما يظهر للناس صحيحا لأنهم لا يعلمون باطن الحال، لكن ذلك لا يغير من الحقيقة شيئا عند من لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. فعلى المسلم أن يبتعد عن مثل هذا التصرف السيء والاحتيال الباطل. رأيتم، وهذه أمر مهم جدا، ولذلك مسألة هذا الصلح وأيضا حق الشفعة للشفيع، فإذا كان المدعى به دارا ويقول في هذه الحالة أنه بدل الصلح ليس دارا وإنما هو نقد، فهنا حق الشفعة يثبت للشفيع. إذا كان هذا الصلح عن إقرار من المدعى عليه، لأن هنا يكون في معنى ماذا؟ في معنى البيع. طيب، وإذا كان الصلح عن إنكار يثبت للشفيع حق الشفعة في الدار التي هي بدل الصلح، ولا يثبت في الدار المدعى. وأيضا يكون هناك حق الرد بالعيب، ويثبت لطرفي عقد الصلح إذا كان الصلح عن إقرار لأنه بمنزلة البيع. طيب، إذا كان عن إنكار
هنا يثبت حق الرد للمدعي ولا يثبت بالنسبة، ولا يثبت بماذا؟ ولا يثبت بالنسبة للمدعى عليه، لأن هذا الصلح بمنزلة البيع بالنسبة للمدعي. ولذلك إذا كان في عيب أو كذا، من حقي إن أنا أرد هذا الصلح. وأيضا هناك الرد بخيار الرؤية، الرد بخيار الرؤية، لأن خيار الرؤية هذا يثبت للمدعي، فيكون هنا الصلح معاوضة عن حقه. معاوضة عن ماذا؟ معاوضة عن حقه. وعلى كل الإنسان ينبغي أن يتقي الله عز وجل، فلا يأكل أموال الناس بالباطل، أو أنه يدلس عليهم فيما هو لهم حق، فيما هو لهم حق. نعم، أحسن الله إليكم. ومن مسائل الصلح عن الإنكار أنه لو صالح عن المنكر أجنبي بغير إذنه صح الصلح في ذلك، لأن الأجنبي يقصد بذلك إبراء المدعى عليه وقطع الخصومة عنه، فهو كما لو قضى عنه دينه، لكن لا يطالبه بشيء مما دفع، لأنه لا يستحق الرجوع عليه به لأنه متبرع. ويصح الصلح عن الحق المجهول سواء كان لكل منهما على الآخر أو كان لأحدهما، إذا كان هذا المجهول يتعذر علمه، كحساب بينهما مضى عليه زمن طويل ولا علم لكل منهما عما عليه لصاحبه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لرجلين اختصما في مواريث درست بينهما استهما وتواخيا الحق وليحلل. أيوة، يعني ما معنى مواريث درست؟ ما معنى في مواريث درست؟ درست أي قدمت شيخنا. أيوة نعم، أحسنت. وليقولوا درست يعني قدمت ونسيت، وهذا يحدث بين الناس، يكون بينهم تجارة قديمة وقبل سنوات ولم يكتب ما بينهما، ثم أراد أن يفترق فيتصالح لكل يأخذ حقه، ففي هذه الحالة هم لا يعرفون. هنا يعني قال استهما، يجعلها على غلبة الظن، يجعلها على غلبة الظن، وإن الله عز وجل تعبدنا بغلبة الظن، تعبدنا بغلبة الظن. نعم، قوله صلى الله عليه وسلم استهما وتواخيا الحق وليحلل أحدكما صاحبه، رواه أبو داود وغيره. أرأيتم؟ خلاص إحنا الآن. طيب، أقول يعني لعلها 100,000، ويحلل أحدكما صاحبه، وقول له إن زادت أو نقصت فأنت في حل، حتى تصبح النفوس على يعني صراحة وعلى صفاء ولا ضغينة بينها. نعم، أحسن الله إليكم شيخنا. ولأنه إسقاط حق إسقاط حق فصح في المجهول للحاجة، ولئلا يفضي إلى ضياع المال أو بقاء شغل الذمة. وأمره صلى الله عليه وسلم بتحليل كل منهما لصاحبه يدل هذين الأمرين، فيستهما ويتصالح فيما بينهما ويحلل كل منهما الآخر. فيه فائدتان: الفائدة الأولى إبراء للذمة، حتى لا تكون الذمة متعلقة بمال وتقدم في موت فيكون بينها دين أمام ربها. والأمر الثاني بعد إبراء الذمة أيضا حفظ للمال من التلف، فتصبح إن بيننا تجارات ولم تنقضي ولم تنتهي، فيحفظ المال من التلف وتبرأ الذمة من أن تكون مشغولة بهذا الدين. ونعم، أحسن الله إليكم شيخنا. وأمره صلى الله عليه وسلم بتحليل كل منهما لصاحبه يدل على أخذ الحيطة لبراءة الذمة وعلى عظم حق المخلوق. ويصح الصلح
ويصح الصلح عن القصاص بالدية المحددة شرعا أو أقل أو أكثر، ولأن المال غير متعين فلا يقع العوض في مقابلته. ولا لأن احنا أصلا لأن الأصل إيش احنا يا شباب؟ أصلا لما عرفنا الصلح قلنا هو قطع النزاع والتوفيق بين الخصوم، قطع النزاع والتوفيق بين الخصوم. لذلك ياخذ دية كم مثلا، يقول له انا اريد دية 300,000، يقول له خلاص يدخل بينهم اناس كذا ويقول له يا اخي ضع قليلا، فيقول خلاص اريدها 100,000 مثلا. ففي الحالة هذه نكون قد قطعنا النزاع ووفقنا بين ماذا؟ بين المتخاصمين. نعم أحسن. طب هذه الدية هي تعتبر تدخل في باب اللي هو الذي تكلمنا عنه في طرة حديثنا لما قلنا ولا يوضع مما يكون فيه من حق الله عز وجل كالقصاص والحدود، يدخل في هذا الدية؟ لا شيخنا، لأنه من حق شو اسمه. أيوة فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان، إن هذا من الحق الخاص. أنت ممكن تعفو كله، تعفو كله عن نفسك تماما، تعفو عن نفسك كلها. نعم أيوة. أحسن الله إليكم شيخنا. ولا يصح الصلح عن الحدود لأنها شرعت للزجر، ولأنها حق لله تعالى وحق للمجتمع. أيوة يعني لو أن رجلا مثلا فجر بامرأة فيأتي يقول خلاص يعني أهل والمرأة تقول سامحت أنا في الحد عليه إذا كان رجما أو إذا كان جلدا، لا، لأن الأصل فيها الحدود هذه، ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب. الأصل في الحدود هذه اللي هي الزجر وإقامة السلام المجتمعي، وأيضا حفظ النفوس وحفظ الأعراض وحفظ العقل وحفظ الدين وحفظ المال. أو إنسان سرق فتقول خلاص أنا سمحت لا تقيم عليه الحد، لا، هنا لا شفاعة هنا في الحدود، لا شفاعة. والله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت حاشاها رضي الله عنها وصلى على أبيها عليه الصلاة والسلام لقطعت يدها، أنه لا شفاعة هنا فيه. ولقد كان في من كان قبلكم إذا سرق فيهم الشريف تركوا، إذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد. نعم أحسن الله إليكم شيخنا. فالصلح عنها يبطلها ويحرم المجتمع من فائدتها ويفسح المجال للمفسدين والعابثين. انتهى شيخنا. نعم ونعم أحسنتم. ولذلك كما يقولون من أمن العقوبة أساء الأدب. وهذا من جمال هذه الشريعة. نسأل الله أن يفقهنا في الدين وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن يزيدنا علما وتوفيقا وسدادا ورشادا، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. نعم.